استعراض مميز للخيل والبارود تفاعل معه سكان مدينة ورقلة خلال أيام عيد الفطر. الكل حاضر هنا للاستمتاع بعروض الفانتازيا والأجواء المميزة التي صنعها الفرسان وهم في أبهى حلة. مناسبة عيد الفطر نحتفل بالمناسبة هذه بالعدة جمعيات ثقافية بالنسبة لولاية ورقلة باش تحيا تراث الولاية. هذا العمل هذا ما كانش غير هكذاك، راه جا بعد يعني مجهودات جبارة، وهذا الشيء اللي خلانا يعني نزيدوا نحافظوا على العادات والتقاليد نتاع الولاية نتاعنا. 150 فارسا من مختلف جمعيات الفروسية الفاعلة بالولاية نشطوا الاحتفال. شباب آثروا استحضار إرث الأجداد والمحافظة عليها. الفرسان كما نقولوا تاع العدد تاع القصر العتيق يتكون من 7 فرق الى 8، قال حيت تكون واحد 150 عودة هكا كما نقول ابي بري، ونحتفلوا هنا ونلعبوا هنا ونكون ديما صحاب. الحقيقه عاده راهي قديمه، ما اسم بدات تسلم من عندنا احنا، تسمى احنا لقيناها اللي علمونا لقاوها على هذيك، تسمى قعدنا احنا ما ننسى دي الفطورات والنشاط والاحتفالات هذه. عروض الفانتازيا موروث ثقافي عريق متأصل في وجدان سكان المنطقة، يشكل علامة مميزة في كل المناسبات الاحتفالية لتذكير الساكنة بالمعارك التي خاضوها لحماية الوطن ومواجهة الأعداء.